السلام عليكم طلاب صف الثالث متوسط. الدرس السابق أخذنا به مجموعة من تمارين تأكد من فهمك صفحة 80، وحلينا قسم من التمارين بطريقة تحليل المربع الكامل. مجموعة من المعادلات التربيعية حليناها بطريقة تحليل المربع الكامل، وقسم من التمرينات الأخرى في نفس الصفحة صفحة 80 يقول حل المعادلات في R بإكمال المربع. إذن إكمال المربع يعني اجعل من المعادلة التربيعية مربعا كاملا وحلها بنفس الطريقة. اجعل من المعادلة التربيعية مربعا كاملا وحلها بالمربع الكامل. شلون؟ هسه احنا اخذنا بذاك الدرس شرحنا عن المربع الكامل، وقلنا عندنا خطوات للحل، واول خطوة انه نجعل المعادلة التربيعية بالصيغة اكس تربيع زائد بي اكس يساوي سي. أول شيء هاي أول خطوة إنه نجعل المعادلة بهذه الصيغة. وعندنا مجموعة من التمارين، اختارت لكم 4 تمارين. وبالنسبة للتمرين 11 صفحة 80 الإكس تربيع سالب 10x سالب 24 يساوي 0. إذن أول خطوة راح أجعلها في هذه الصورة. إذن هي إكس تربيع موجب أو سالب 10x يساوي 24، صارت موجبة، بعدين كانت سالبة وصارت موجبة. الخطوة الثانية أشوف معامل X نصفه مربع نصفه، معامل X اللي هو 10 بغض النظر عن الإشارة، لأنه هو بالتربيع راح تروح حتى لو سالبة أو موجبة بالتربيع، لأنه كل الأحوال راح تكون موجب. معامل X 10 نصف معامل X راح يكون 5، مربع نصف معامل X راح يكون 25. هاي 25 راح أضيفها إلى طرفي المعادلة، إلى الطرف الأيسر وإلى الطرف الأيمن. هسه بإضافة مربع نصف معامل X اللي هو شقد، اللي هو 25 إلى الطرفين. إلى الطرف الأيسر راح أضيفها، وراح يصير عندي الأكس تربيع سالب 10x موجب 25. إذن راح أضيف موجب 25 هو مربع نصف معامل x إلى الطرف الأيسر، وبنفس الوقت راح أضيفها للطرف الأيمن، وراح أكتب يساوي 24 وأضيف 25. زين، هنا راح يصير عند الطرف الأيسر مربع كامل، بحيث أحله بالمربع الكامل. ومثل ما متعلمين قوس عليه علامة التربيع، الأكس تربيع جاية من أكس، الإشارة سالبة، 25 جاية من 5 يساوي. الطرف الأيمن راح أبسطه، إذا كان مجموع أرقام أجمعهن أو كسور أبسطهن. هنا عندي 24 و25 صار 49. هسه نرجع ناخذ حل المعادلة التربيعية باستخدام قاعدة الجذر التربيعي، نرجع بها شلون أخذناها. إنه بأخذ الجذر التربيعي للطرفين، راح نقول هنا بأخذ الجذر التربيعي للطرفين، والجذر التربيعي للطرف الأيسر تنشال منه علامة التربيع، وراح يكون عندي بهاي الصيغة الأكس سالب 5، تنشال علامة التربيع. أما الجذر التربيعي لل 49 راح يكون موجب سالب 7، وهنا راح أخذ الحل مرة بالموجب ومرة بالسالب. الخمسة الثابت أحولها للجهة الثانية، وهنا راح يقول أكس يساوي موجب سالب 7 موجب 5، يعني 5 سالبة تحول صارت موجبة. هسه نقول أما الأكس يساوي، راح أخذ بالموجب موجب 7 وموجب 5 ويصير عندي 12، أو الأكس يساوي، راح أخذ بالسالب سالب 7 موجب 5 ويساوي سالب 2، ومجموعة الحل راح تصير 12 وسالب 2. ننتقل للمعادلة الثانية اللي هي رقم 12 ونحلها بنفس الطريقة.
معادلة 12 اللي هي واي تربيع سالب 3 يساوي 2 واي. وهنا لازم أرتبها لأن الحد الوسط صاير مكانه مو صحيح. الحد الوسط لازم يكون مباشرة بعد الواي تربيع، ويصير عندنا واي تربيع سالب 2 واي يساوي 3 الحد المنجرد يكون بالجهة الثانية، وترتبت عندي بهاي الصيغة اللي أريدها. هسه نأخذ معامل X، معامل Y اللي هو 2 نصف معامل Y راح يكون عندي 1 مربع نصف معامل Y، مربع الواحد 1، وراح أضيف هذا الواحد إلى طرفي المعادلة، إلى الطرف الأيسر وإلى الطرف الأيمن. هنا بإضافة مربع نصف معامل واي إلى الطرفين. إيش راح يصير عندي؟ واي تربيع اللي هي الطرف الأيسر سالب 2 واي أضيف 1 اللي هو اتفقنا عليه مربع نصف معامل واي. الجهة الأخرى اللي هي 3 أيضا راح أضيف لها 1 مثل ما أضفت للطرف الأيسر، راح أضيف للطرف الأيمن حتى تكون المعادلة متزنة على الطرف. ضفت الطرف الأيمن، ضفت للطرف الأيسر نفس المقدار. هسه نجي هذا الطرف الأيسر صار عندي مربع كامل. هنا واي الإشارة سالبة، الواحد جاي من واحد والعلامة تربيع يساوي 3 والواحد صار 4. هسه بأخذ الجذر التربيعي للطرفين، بأخذ الجذر التربيعي للطرفين. والجذر التربيعي للقوس هذا ننفع منه علامة التربيع، وراح يصير عندي واي سالب 1 يساوي الجذر التربيعي الأربعة الطرف الأيمن، راح يصير موجب سالب 2، وراح ناخذ الحل مرة بالموجب ومرة بالسالب، أو الواي يساوي موجب سالب 2، الواحد يتحول يصير موجب 1. هسه عندي حلين، حل موجب وحل سالب. نقول أما واي يساوي موجب 2 موجب 1 والناتج يكون 3، أو الواي يساوي سالب 2 موجب 1 ويساوي سالب 1، ومجموعة الحل هي 3 وسالب 1. ننتقل للمعادلة اللي هي 15 وبنفس الطريقة نفس الخطوات. وعندي 4 واي تربيع سالب 3 واي سالب 16 يساوي 0. زين، هسه اول شيء انه اجعلها في هذه الصيغة 4 واي تربيع سالب 3 واي يساوي 16 تحولت الجهة الثانية وصارت موجبة. الخطوة الثانية انه هل انه انا هسه جعلتها بهذه الصيغة؟ نعم جعلتها، لكن شنو احتاج انه اتخلص من المعامل مال اكس تربيع اللي هنا يمثل معامل واي تربيع اللي هو 4، لازم اتخلص منه حتى يكون هنا المعامل 1. لازم خطوة مهمة انه تخلي معامل المتغير اللي هو التربيع يكون 1، راح يكون تقسيم 4 حتى أتخلص من هاي الأربعة. راح يصير عندي واي تربيع سالب 4 3 على 4 قسمتها واي يساوي 16 قسمها على 4 4، وصارت عندي بالصيغة اللي أنا أريدتها الواي تربيع. هنا الحد الوسط اللي هو بي واي، والحد المجرد صار بعد اليساوي. هسه نشوف معامل اكس، وهنا يكون معامل واي نصفه مربع نصفه. إذن معامل
واي اللي هو ايش قد؟ 3/4 نصف معامل واي، وهنا من يكون كسر نصفه اضربه بواحد على اثنين، مو تقسمه على اثنين، يعني هو كسر وتروح تقسمه على كسر وراح يصير عندك كسر مركب احتمال تخطأ به، فنصف الكسر اضربه في واحد على اثنين، يعني 3/4 في 1/2 نصف الكسر نضربه في 1/2 وراح يصير عندي نصف الكسر 3/8. هسه أنا أريد مربع نصف هذا المربع نصف معامل واي، مربع نصف معامل واي راح يصير عندي 9/64. هاي 9/64 مربع نصف معامل واي راح أضيفها إلى الطرف الأيسر وإلى الطرف الأيمن بحيث يكون عندي بهالشكل واي تربيع سالب 3/4y موجب 9/64 يساوي الطرف الأيمن اللي هو 4 أضيف 9/64. أضفت 9/64 إلى طرفي المعادلة. هنا راح يكون عندي الطرف الأيسر هو مربع كامل، حله المربع الكامل مثل ما متعلمين قوس عليه علامة التربيع، الواي تربيع هي جذرها واي، الإشارة هي سالبة، والتسعة على 64 جاية من 3/8 يساوي الطرف الأيمن أبسطه بما أنه الأربعة مقامها واحد، فهنا يصير عندي المقام المشترك اللي هو 64، و 64 على 1 64 في 4 256، 64 في 4 256 زائد ال 64 على 64 بها 1 في 9 تنزل 9، وهنا تبسيط أكثر راح يكون الواي سالب 3/8 تربيع يساوي جمع 265 على 64، 256 زائد 9 265 على 64. هسه بأخذ الجذر التربيع للطرفين، والجذر التربيع للطرف الأيسر نرفع التربيع منه وراح يصير عندي واي سالب 3/8. الطرف الأيمن بعد ما أخذ الجذر التربيع منه راح يكون موجب سالب جذرين تربيعين، واحد موجب واحد سالب، 265 مالها جذر، 64 جذرها 8. هسه ناخذ الحل مرة بموجب مرة بالسالب، ثابت هذا 3/8 أحاول يم ثابت حتى يكون المتغير واي يساوي جذر 265 موجب سالب على 8 موجب، طبعا هاي 3/8 سالب وتحول تصير موجب 3/8، وراح أخذ الحل مرة بالموجب مرة بالسالب، يعني مجموعة الحل راح تساوي أخذها بالموجب جذر 265 زائد 3 على المقام المشترك اللي هو 8 فارزة الحل الآخر سالب جذر 265 موجب 3/8. ننتقل للمعادلة 18 ونحلها بنفس الطريقة. معادلة 18، 5y تربيع سالب 15y سالب 30 يساوي 0. وهنا أول شيء قلنا لازم نجعلها هاي الصيغة، يعني 5y تربيع تنزل سالب 15y 30 تتحول للجهة الثانية سالبة تصير موجبة. هسه جعلتها بهاي الصيغة، وبعد عندي خطوة أخرى لازم أتخلص من المعامل اللي هنا ولا أتخلص من الخمسة، إذن أقسمها على خمسة.
تقسيم 5، وإذا قسمتها على 5 راح تصير واي تربيع سالب 3 واي يساوي 6. صارت بالصيغة اللي أنا أريدها، ونقول معامل واي اللي هو 3 معامل واي اللي هو 3 نصفه جد 3 على 2 قسمه على 2 مربع نصفه راح يكون 3 على 2 بعد من اربعها راح تصير 9 على 4. معامل واي اللي هو 3 نصفه 3 على 2 قسمنا على 2 مربع نصفه 9 على 4. نضيف مربع نصف معامل واي الى طرفي المعادله اللي انا رتبتها، فهي تصير هسه راح يكون عندي واي تربيع سالب 3 واي اضيف 9 على 4 موجب 9 على 4 يساوي الجهه الاخرى اللي هي 6 اضيف لها 9 على 4. ضفت 9 على 4 الى طرفي المعادله. الطرف الايسر راح يكون عندي مربع كامل، واحله بالمربع الكامل راح يكون عندي هنا هاي الواي تربيع، افتح قوس هذه علامه التربيع، الواي تربيع جايه من واي، الاشاره سالبه، 9 على 4 جايه من 3 على 2 يساوي الطرف الايمن راح ابسطهن، يعني واحد المقامات 4 و4 على 1 4 في 6 24 موجب 4 على 4 بها 1 في 9 9 يبقى عندي الواي سالب 3 على 2 تربيع يساوي مجموعهم 33 على 4. هسه ناخذ الجذر التربيع للطرفين، الجذر التربيع للطرف الايسر تنشال علامة التربيع ويصير عندي واي سالب 3 على 2. جذر التربيع للطرف الايمن راح يكون موجب سالب جذر 33 على الاربعة جذرها 2. زين هسه اخذ الحل مرة بالموجب ومرة بالسالب، بعد ان 3 على 2 اطلعها للجهة الاخرى حتى يكون ثابت المتغير الى جهة والثوابت الى جهة اخرى، يعني الواي يساوي جذر 33 على 2 موجب سالب، وهنا يصير موجب يعني هي سالب تحول 3 على 2. وهسه راح اخذ الحل مرة بالموجب مرة بالسالب، ونقول مجموعة الحل تساوي اخذها بالموجب جذر 33 زائد 3 على المقام المشترك اللي هو 2 فارزة سالب جذر 33 سالب جذر 33 زائد 3 على المقام المشترك اللي هو 2. وهنا نكون كملنا أربع معادلات حليناهم طريقة إكمال المربع. بقية المعادلات شفتها نفس الطريقة ونفس الحل، ما عدا تغير بالمقادير وتغير بالأرقام. يعني الدرس القادم إن شاء الله ناخذ مجموعة من تمارين تدرب وحل مسائل حياتية ونحلها، مطلوب منا حلها بطريقة إكمال المربع وقسم بالمربع الكامل.